السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دوسامدي. هذا النهار إن شاء الله نتكلموا على واحد الموضوع اللي حصري في الحقيقة، وهما الأرانب الكروازية. يعني أول مرة درت واحد تجربة أنني زاوج الأرانب البلدية مع الرومية، وعطاني واحد الأرانب في الحقيقة الشكل ديالهم جميل. يعني هما احنا كنسميهم كروازية، يعني ملي كنلقحوا الذكر، هذا الذكر رومي، لقحته مع هذه الانثى اللي هي بلديه، هذو كلهم بلديين. درت هذه التجربه وعطاتني واحد الارانب، يعني راه ولدت واحد الانثى عندي، العمر ديالهم اسبوع. انتم كما كتشوفوا معايا راه داخله عندهم الام ديالهم، ولكن غادي نشوفوها. بسم الله بسم الله، انتم كما كتشوفوا لاحظوا ان الحجم ديالهم ماشي حجم ديال الارانب البلديه. ان الارانب البلديه في عمر اسبوع ما غاديش يكونوا بهذه الطريقه هكا. وحتى ملي كتزوجوا يعني البلديه مع الرومي، يعني الكرش ديالها كتكون ما كتتسعش بزاف ديال الارانب، لان الحجم ديال البلدي اللي راه بلديه ما كتكونش يعني بحال الروميه. يعني حنا كنقولوا الكادر ديالها يكون كبير، لا كيكون الكادر ديالها غير صغير. ولكن سبحان الله ولدت ارانب اللي راهم بحال هذا عباره عن تهجين. يعني الحقيقه الشكل ديالهم كيبان انهم رومي، ولكن هما راه ماشي روميين، راهم كروازيين. ولكن في نفس الوقت العمر ديالهم راه ماشي الا خدينا ارانب بلديين في سيمانه، راه ما كيكونش هذا هو الحجم ديالهم. تبارك الله، في نفس الوقت هما عددهم قليل، يعني الام ديالهم رضعتهم مزيان. يعني دابا في هاد الوقيته راهم بداو كيديروا ديك الزبيلات ديالهم صغيورين، يعني الفضلات ديالهم. لحد الان باقي ما نقيتش عليهم، يعني خليت يمروا واحد يومين اخرى عاد غادي نقي عليهم، بدل عليهم هذا الاخر. واخا هكاك باقي الريحه ديالهم ما عطاتش الحقيقه. هذه حلقه حصريه، ما عمر شي واحد ما بين الارانب الكروازيه. هذه الارانب الكروازيه يعني الحجم ديالها راه كيكون كبير بالنسبه للارانب البلديه. البلديه راه كيكونوا غير صغيورين، يعني في عمر اسبوع ما تحقرهم كاع. بالنسبه لهذه راه زوجتها مع ارنب، هو هذا ارنب بابيون هكاك، وما عطاتش شي حاجه من عنده هو. يعني خداو غير اللون ديالها هي تقريبا هذا اللي في اليسر، هذا اللي من هنايا شويه خدم من عند باه، ولكن غير اللون ديال بحال اللي هو في حقه ماشي بابيون بشكل. خداو من عند امهم، نقول خداو من عند امهم وصافي، خداو لا اللون لا الزواقه. ولكن بالنسبه للحجم ما خداوش الحجم ديالها. ان كون زوجتها مثلا مع هاد الارنب اللي هو بلدي، هذا راه بلدي ذكر، غادي يعطيو ارنب ولكن في الحجم صغير بزاف كاع. اذا هذه هي الحلقه ديالنا. الا بغيتوا يعني شي استفسارات في هاد النطاق هذا، في الحقيقه غادي يطيح لكم القضيه رخيصه. لان الا مشيتوا تشديتوا ارانب بلديه راه كتباع رخيصه، ممكن انكم تجيبوا 70 درهم 55 60 درهم حتى 70 درهم. المهم تجيبوا انثى واصله، يعني باغا تزوج، يعني فايته 6 شهور. بالنسبه للذكر ممكن انكم تستعنوا بذكر من عندكم، يعني يكون رومي، عفوا واه رومي، سمحوا لي، غادي يكون رومي وغادي تزوجوه مع انثى بلديه. هذه هي النتيجه. انتم كما كتشوفوا غادي، لان الناس اللي كيحصلوا فاش كيحصلوا في ارانب روميه نتوات. بالنسبه للنتوات اولا قليله، ما كيكونوش شي نتوات يعني 100% مزيانين، ديما كتلقاو المشاكل. كتلقاو نتوات الا كتلقيتهم مزيانين كيكونوا بواحد الثمن، كتكون مثلا ب 250 درهم. 250 درهم غادي تجيب لكم واحد العدد ديال الارانب ديال البلديه. اذا هذه الحقيقه انا كنعتبرها حيله. هما ما غاديش يكونوا روميين، ما غاديش تلقى البابيون ولا الشانشيلا ولا الكاليفورني ولا نيوزيلندي.
المهم انك غادي تحصل على انانيب كيعطيو الميزان كيوزنوا دغيا دغيا كيكبروا دغيا دغيا. يعني هذه كحيله, يعني حاولوا انكم تفهموا هذا هذا يعني المنظومه. الا بغيتوا شي استفسار انا راه على راه الاشارات, يعني هضروا معايا في لي كومونتير وناقشوا هذا القضيه اننا نهجنوا الارانب نديروا الكرواز نتحصلوا على ارانب كروازيه, يعني من البلدي للرومي يعطينا ارانب كروازيه بواحد الثمن قليل كمبتدئ. هذه الحلقه ديالنا راه سهلات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. قناه غاديه بالدعم ديالكم, كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم باش تساندوني وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.